محمد رشيد محامي في هذا الرباط. نقول اليوم على الأستاذة الموثقة سليمة الهاشمي، أستاذة اللي معتقلة احتياطيا في ملف إسكوبار الصحراء، أفعال جد بسيطة، مصابة الآن بمرض السرطان، ورفعنا اليوم في الاعتقال الاحتياطي وطعننا في هذا الاعتقال الاحتياطي وطلبنا الصراحة المؤقت لأنه مخالف للقانون. قضاء محكمة النقد متواتر على العناصر التي تتوفر في الموثقة حتى تتمتع بالصراحة المؤقت. المحكمة اجتماعية، السيدة مصابة بالسرطان غادي تموتنا في السجن. جد مهم أن المحكمة تطبق القانون، احنا كنطلبوا من المحكمة تطبق القانون باش ما تموتناش السيدة في السجن في يد المحكمات. فالقانون وقرارات محكمة النقد متواترة، يعني واضحة أنك لو عندك سكن قار، عائلة، محاكمة في الموضوع إن شاء الله غادي نناقشوا هذه المسألة. بالنسبة للأفعال فهي جد جد بسيطة وغير ثابتة، وحنا كننفيوها كاملة لأن جملة وتفصيلا كننفيو هذه الجريمة. هذا ملف ديال يعني واحد الهيلالة نط عليه، حيد فيه واحد التاجر كبير ديال المخدرات. احنا ما غاديش نعاقبوا ناس خدموا البلاد. الموثق هو ضامن للعدالة في هذه البلاد، هو ضامن للحقوق العينية، كيضمن الحقوق العينية ديال المواطنين. نجيو نجزو به في السجن 65 سنة، الأصل هو الحرية، الأصل هو الحرية، هذا هو دستور المملكة ويجب احترام القانون وجعل الأصل هو الحرية. وشكرا.